برعاية الجالية السورية في ولاية غازي عنتاب نظم معرض للخط العربي الذي يعتبر الأول من نوعه للخطاط السوري صلاح الخضر. استعرض فيه جمال الخط العربي من خلال لوحاته المميزة. افتتح المعرض عدد من المسؤولين الأتراك في المدينة إضافة لعدد من الأدباء والشعراء السوريين، حيث خصصت بلدية المدينة قاعة لإقامة المعرض الذي يهدف إلى تعزيز عراقة الخط العربي وتسليط الضوء على مراحل تطوره وتاريخه. حرص الخضر على إبراز جماليته بأنواع الخطوط العربية المختلفة، فكانت لوحاته تتنوع بين خط الثلث الجلي والثلث المركب والخط الديواني الجلي وأنواع أخرى أظهرت عراقة هذا الخط. قدم المعرض صورة واضحة وجميلة للمجتمع المضيف عن الشعب السوري. بهذه الكلمات بدأ حديثه الخضر لتلفزيون حلب اليوم. تضمن المعرض أكثر من 60 لوحة من عمل الفنان، فحظي باهتمام واسع من قبل الحضور والمسؤولين الأتراك الذين عبروا عن إعجابهم بالأنواع المختلفة للخط العربي وكيفية مزج الفنان بين الحروف العربية والرسم لتشكيل أجمل اللوحات الفنية. منذ 10 سنوات ونحن نستضيف إخوتنا السوريين، وخلال هذه السنوات نظمنا العديد من معارض الرسم والخط العربي، واليوم نشارك في افتتاح معرض السيد صلاح الخضر للخط العربي. في الحقيقة عندما ننظر إلى اللوحات المعروضة نجد كل واحدة منها تحفة فنية، فالخطوط الدقيقة والتفاصيل في اللوحات جميلة جدا وتمنح الناظر إليها إحساسا مختلفا. لذلك أود أن أشكر جميع القائمين على المعرض، السيد صلاح ومصطفى وآخرون. الفن يوحد جميع الشعوب، لذلك نتمنى رؤية المزيد من هذه المعارض. شعراء وكتاب وشريحة واسعة من السوريين حضروا المعرض وعبروا عن ضرورة إقامة مثل هذه الفعاليات للتعريف بالحضارة والثقافة العربية ونقلها لشعوب العالم أجمع. للخط العربي ميزاته الفريدة وقواعده الخاصة التي حددها كبار الخطاطين،
فأعطته فسحة جمال تسر الناظرين، وأظهرت إبداع وإتقان رسم الحروف بريشة الفن التشكيلي لإنتاج اللوحة الفنية.